السلام عليكم. ما زلنا في شرح أساسيات تنفيذ البرامج في معمارية الآرم وباستخدام لغة اللاج في 8، ووصلنا إلى ما يسمى بالليزي لينكر أو اللينكج. الليزي لينكج يعني مشروحة بشكل مفصل في كورس نظم التشغيل. معناها باختصار أنه الليزي لينكج اللي هو الرابط أو يعني كود الربط أو الفانكشن الخاصة بالربط التي لا تقوم باستدعاء أي دالة أو أي فانكشن إلا بعد أن يتم استدعائها في داخل البرنامج الرئيسي. وبالتالي هنا أنا يعني تلاحظ بأنه first core call to the dynamic link library DLL هي dynamic link library اللي هي مكتبة الارتباط الديناميكي. أول مرة نقوم باستدعائها تقوم بربط كل شيء سوية، يعني تقوم بربط يعني البرانشز مع اللود واللود مع البرانش وإلى آخره. يعني تلاحظ بأن هنا عملية الربط لكل واحدة من مقاطع أو segments الخاصة بالبرنامج مع الجزء الرئيسي، وأخيرا يعني الجزء الأخير البرانش يقوم بالارجاع للجزء الاصلي او المين فانكشن. السبسيكوينت كولز تو ذا دايناميك لينك لايبرري روتين، بعد ذلك عندما نقوم باستدعائها مره اخرى تقوم فقط بربط الاجزاء التي تحتاج انه ترتبط سويه، فقط عندما يتم استدعائها. هذا هو يسمونه الليزي لينكج، اللي هو فقط الربط للاجزاء التي تحتاج الى بعضها البعض الاخر من البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعيه المرتبطه به. وبالتالي هذا يسمونه هو الدايناميكالي مابت كودز، اللي هو الكودات التي المحوله او المرتبطه ديناميكيا. كمقارنة بين النموذج الرئيسي اللي شرحناه في المحاضرة السابقة ونموذج لغة جافا مثلا، فهنا أيضا البرنامج المكتوب بلغة جافا. سابقا كنا تحدثنا عن لغة السي، هنا بلغة الجافا أيضا راح يتحول إلى عن طريق الكومبايلر إلى كلاس فايلز اللي هي الجافا بايت كودز، هذه اللي هي يعني خاصة فقط بلغة الجافا. هذه هي عبارة عن simple portable instruction sets for Java virtual machine. هذا البايت كود الخاص بجافا يمكن تطبيقه على أي يعني أخذه يعني تنفيذه في أي حاسبة أخرى تحتوي على جافا فيرتشوال ماشين. هنا طبعا راح يدخل أما على جاست ان تايم كومبايلر، على كومبايلر ينفذه بشكل مباشر، أو إلى جافا فيرتشوال ماشين التي تقوم بربطه ببقية الجافا لايبراري روتينز أو الماشين لانجوج. وأخيرا طبعا هنا راح ينتج عندك الكومبايلد جافا ميثودز أيضا بالماشين لانجوج. هذا اللي هو الانتربتد بايت كودز. البايت كودز اللي هي طبعا حالة خاصة يعني بالنسبة للغة الجافا، غير موجودة بلغة السي والبايثون وغيرها من اللغات الأخرى، والتي هي يعني تقوم بإعطائك فد نسخة من البرنامج تشبه الأوبجكت موديل، ولكن احنا نسميها البايت كودز التي تكون قابلة للتنفيذ في كل حاسبة أخرى تحتوي على جافا فيرتشوال ماشين. هذه هي طبعا توفر لك يعني الكثير من المراحل، تختصرهن في مرحلتين فقط اللي هي فقط الكومبايلر والجافا فيرتشوال ماشين. هنا طبعا compiles byte codes of hot methods into native code for the machine language. هنا طبعا just in time compiler وظيفته انه يقوم بتحويل البايت كود الى نيتف كود للماشين للهوست ماشين، يعني يقوم بتحويله الى نيتف كود او الكود الاصلي للحاسبه التي يعمل عليها. اذا كانت انتل راح يحولها الى اسمبلي، واذا كانت اي ار ام راح يحولها الى لج في 8 وهكذا. هنا عندك فد مثال يعني يشرحها على اللي هو سي سورت اكزامبل، عمليه الترتيب فد سلسله او قائمه معينه باستخدام لغه السي. هنا طبعا الترتيب هو باختصار انه اذا كان رقم، اذا كنا نريد ان الترتيب تصاعديا او تنازليا، فانه نقوم بفحص كل رقم مع الرقم الذي بعده مباشره. هذا طبعا واحده من انواع السورتنج. هناك الكثير من الخوارزميات السورتنج يتم دراستها عاده في المرحله الثانيه من كليات هندسه الحاسوب علوم الحاسوب ضمن الداتا ستراكشرز. واحده من الاتنين يسموها البابل سورت فانكشن، اللي هي وظيفتها فقط عمليه سوابينج، استبدال للعنصر مع العنصر الذي بعده اذا لم يتحقق شرط معين. اذا كنا نريد الترتيب تصاعديا فانه نقوم بمقارنه كل عنصر مع العنصر الذي بعده، اذا كان العنصر اكبر من العنصر الذي بعده نقوم باستبداله، اذا كان اصغر لا نقوم باستبدال اي شيء، ثم ننتقل الى العنصر الذي بعده وهكذا. فهنا اكو عندك البروسيجر او الفانكشن الذي نقوم باستدعائها بلغه السي، هي هذه هي الفويد سواب لونج لونج انتجر في، هذا طبعا الليست او الاري او المصفوفه التي نتعامل معها، ولونج لونج انتجر كي، الكي اللي هو يعني يقصد به الاندكس في داخل هذه الليست. طبعا لونج لونج انتجر تمب، تمب اللي هو تمبوراري فد متغير نقوم ب يعني وضع يعني الارقام بداخله فقط بشكل تمبوراري مؤقت. هنا ليش سميناها لونج لونج انتجر؟ لانه على مود ناخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنه، ممكن تكون يعني مثل ما ذكرنا بايت، هالف وورد، وورد، دبل وورد الى اخره. فهنا ايضا التمبوراري المقدار راح نخلي في داخله الفي اوف كي، طبعا الكي تبدا بصفر بالبدايه، القيمه الاوليه خليناها في داخل التمب، بعد ذلك القيمه التي بعدها الفي اوف كي زائد واحد نخليها في داخل الفي اوف كي، ثم قيمه التمب تخليها في داخل الفي اوف كي زائد واحد. فهنا يعني هذه كود يعني متعارف عليه بلغه السي، اللي هو فقط استبدال عنصرين، كل عنصر بالعنصر الذي بعده.
هنا هذا بالنسبة للسي، لغة السي. إذا أردنا أنه نقوم بتحويله إلى لغة الفي لج في لج فيرجن 8، فهنا مجرد أنه الفي راح نخليها في داخل الاكس نوت، والكي راح نخليها بداخل الاكس 1، والتيم راح نخليها بداخل الاكس 9. بعد ذلك راح يكون عندنا هذا هو الكود المقابل لها. هنا طبعا أول شغلة راح نسويها اللي هو شيفت ليفت، اللي هو التصحيح إلى اليسار بمقدار 3 للاكس 10. الاكس 10 اللي ذكرنا أنه هي تحتوي على مقدار الكي، وينها؟ سوري، هذه هنا الاكس 1 بالبدايه، بعدين راح تحتوي على الاكس كي. فهنا راح تصير عندك الاكس 10 راح تحتوي على الكي في 8، يعني القيمه الاكس 1 شفتناها بمقدار 3 وضعناها في داخل الاكس 10. بعد ذلك الاكس 10 راح نضعها في داخل الاكس 10 زائد الاكس 0 نضعها في داخل الاكس 10، اللي هو فقط انه اخذنا الادرس اوف الفي اوف كي. بعد ذلك اللود unsigned لقيمة الـ x10 زائد 0، يعني زائد الـ offset 0، نضعها في داخل الـ x9 اللي هو هنا عملنا هذه الحالة. هنا طبعا نعطيك كل إعاز بلغة الـ leg v8 وإعاز الـ C++ المقابل له أو C. بعد ذلك load أيضا لقيمة الـ v of k زائد 1، خليناها في داخل الـ x11. بعد ذلك store لهذه القيمة اللي هي الـ x11 في داخل الـ v of k. واخيرا ستور الاكس 9 اللي هي في اوف كي الى الفي اوف كي زائد 1. واخيرا برانش ريتيرن اللي هو يعني يقوم بالرجوع الى الداله الرئيسيه. هذا هو فقط البروسيجر مثل ما ذكرنا، هذا فقط داله السواب. البرنامج الرئيسي للسي ايضا هنا عباره عن void sort long long integer size of يعني size t n اللي هو هنا مثل ما ذكرنا حجم المصفوفه او القائمه التي نريد عمليه السورت لها او الترتيب. هنا السايز تي واي وجي، 4i يساوينا 0، i اصغر من n، i زائد زائد 4j يساوينا i ناقص 1. هذا طبعا يعني متعارف عليه، يعني كانه هذا الكود بالسي الخاص بالسورتنج او البابل سورت معروف يعني بالنسبه للمتابعين ان شاء الله. ايضا الجي اكبر يساوي 0، اند في اوف جي اكبر من في اوف جي زائد 1 إذا تحقق هذا الشرط. يعني هنا هو تلاحظ بأنه وضع هذا الشرط في داخل الفور الثانية، يعني هذا الأوتر فور وهذا الإنر فور. إذا تحقق هذا الشرط تعمل لنا سواب. السواب بوشن هو عبارة عن استدعاء لهذه الدالة، هذه الدالة سواب. فهنا أنا طبعا يستدعي الدالة سواب أو في الفي أند جي، الفي اللي هي المصفوفة والجي اللي هو حجمها. بعد ذلك يعني تنتهي هذه الفانكشن. أيضا إذا أردنا أنه نقوم بكتابة الليج في 8 المكافئ لهذا البرنامج، على فرض انه الفي موجوده في داخل الاكس نوت، والان موجوده بالاكس 1، الاي موجوده بالاكس 19، والجي موجوده بالاكس 20. طبعا هذه القيم انت تقدر تفرضها يعني من عندك عند الحل، مع ملاحظه انه بعض الريجسترات مثل ما تذكرون كانت موجوده ممكن نستخدمها للجنرال بيربس ريجسترز، وبعضها لا تكون محجوزه، لا نستطيع استخدامها للبرنامج البرامج العامه. وهنا ايضا راح يقوم بالتعامل مع الاوتر لوب اللي هو الاوتر فور، الفور الخارجيه اللي هي 4i يساوي 0، i اصغر من n، i زائد زائد. راح يقوم بوضع الاكس 0 0 في داخل الاكس 19. مثل ما ذكرنا الاكس 19 تحتوي على الاي، والاي بالبدايه كانت قيمتها 0. راح يكون يجيب قيمه الاكس 0 اللي هو يعني ريجستر يحتوي على قيمه 0، يضعها في داخل الاكس 19. بعد ذلك يقوم بمقارنه الاكس 1 والاكس 19، الاكس 1 اللي هي n والاكس 19 اللي هي i. هنا مقارنة الـ X19 والـ X10 اللي هي الـ I والـ J، الـ I والـ N العفو. يقوم بالقفز إلى الـ Exit إذا كانت greater or equal، إذا كانت أكبر أو تساوي. يعني يذهب إلى الـ Exit يعني إلى نهاية البرنامج أو إلى نهاية اللوب إذا كانت الـ X19 أكبر أو تساوي إن X1، إذا كانت الـ I أكبر أو يساوي N، اللي هو هذا شرط التوقف. إحنا ما نريد نوصل إلى هذه المرحلة، دائما نشتغل عندما تكون الـ I أصغر أو يساوي N. فهنا شلون عرفنا هذه greater than or equal؟ هذه هي الجي branch if جي if greater than or equal، يعني اقفز اذا كانت اكبر او تساوي. شنو هي الاكبر او تساوي؟ حاصل او ناتج الكومبير دي قبله. طبعا هنا البادي اوف ذا اوتر فور لوب بداخلها كل اللي راح نسويه هو انه نقوم بعمليه زياده الاي، اي زائد زائد او الاي يساوي اي زائد واحد، اللي هي عباره عن قيمه اد جمع immediate قيمه الواحد زائد قيمه الاكس 19 اللي هي مثل ما ذكرنا سابقا تحتوي على الاي. يعني نقوم بجمع واحد زائد الاي ونضعها في الاي جديده، يعني الاي تساوي اي زائد واحد. بعد ذلك الفور لوب برانش تو تيست ذا اوتر لوب، هذا هنا البرانش يقوم بالقفز مره اخرى الى هذا المكان اللي هو الفور فيرست تيست،
يعني يقوم بالقفز بعد ما يتحقق هذا الشيء، ويستمر هذا اللوب، هذا الاوتر لوب. الانر لوب اللي هو الفور الداخلية ايضا، يعني هي فور جي تساوي ان اي زائد واحد، هذا هو شرط البداية. طالما انه هذا الشرط متحقق انه جي اكبر او تساوي صفر، و يعني انت هاي الفي اوف جي اكبر من الفي اوف جي زائد واحد، انه هذا الرقم اكبر من الرقم اللي بعده، نقصنا الجي سوينا جي ناقص واحد، ونفذنا الامور دي في داخلها. شنو الامور دي في داخلها؟ هذه راح نشوفها. اول شيء جي سوينا جي ناقص واحد، هذه طبقناها اللي هي عباره عن قيمه ال اكس 19، هذا سبتراكت يعني سبتراكت ايميديت للاكس 19 ناقص واحد، ضع القيمه في الاكس 20. بعد ذلك هذا التست، هذا هو شرط الاختبار اللي هو عنوان الذي نقوم بالقفز اليه. ايضا قارن الاكس 20 مع الاكس 0، هل انه الجي صارت صفر لو بعدها. اقفز اذا كانت less than or equal، يعني ما دام الجي لم تصل الى قيمه الصفر، go to the exit if جي اصغر من صفر. اذا الجي صارت اصغر من صفر تقفز الى الاكزت، الاكزت اللي هو هذا العنوان اللي موجود خارج البرنامج. Otherwise يعني اذا لم تصل الجي الى صفر، لانه احنا مثل ما ذكرنا دائما الجي شرطها انه هي اكبر من صفر، اكبر او يساوي صفر. اذا لم تصل الى صفر نستمر في تنفيذ هذا اللوب الداخلي. اللوب الداخلي ايش راح يسوي؟ ايضا شيفت ليفت بمقدار 3 اللي هو يعني ضرب قيمه الجي في 8، لانه هنا قاعد نتعامل مع بايتس. نقوم باضافه قيمه الاكس 10 مع الاكس نوت ونضعها في الاكس 11 اللي هو تنفيذ هذا يعني ريجستر اكس 11 يساوي ان الفي زائد جي في 8. لود لقيمة هذا المقدار الاكس 12 راح نخلي بداخله في جي في جي في اوف جي. لود ايضا لمقدار الاكس 11 زائد 8 او الاوفسيت بمقدار 8، نضعها ايضا في داخل الاكس 13 اللي هو تنفيذ هذه العمليه. بعد ذلك نقوم بالمقارنه اكس 12 واكس 13 ايضا. برانش اف ليس ذان اور ايكوال، يقوم بالقفز اذا كانت الاكس 12 اصغر او تساوي اكس 13. وين يقفز؟ يقفز الى الاكس اكزيت 2، هذا المكان يعني انه يخرج من الفور لوب. اذروايز يعني اذا لم يكن هذا الشرط متحقق، نقوم بعمل هذه العمليه اللي هي سوابينج، نقوم بنسخ قيمه الاكس 21 الى الاكس 0 والاكس 20 الى الاكس 1، ثم نقوم بالبرانش وين للسواب. السواب هذا اللي هو هنا قبل قليل تحدثنا عنه، هذا هو السواب اللي هو البروسيجر الذي يعني تجري في داخله عمليه الاستبدال الحقيقيه. كل هذين الفور لوبس هي عباره عن امور تنظيميه، السواب الحقيقي الاستبدال الحقيقي لاي عنصر بالعنصر اللي بعده يعني يتم في داخل البروسيجر او السب روتين اللي اسمه سواب. بعد ذلك نقوم بعمليه السبتراكت جي تساوي جي زائد واحد، ثم بعد ذلك نقوم بالبرانش مره اخرى، نقفز الى هنا على مود يستمر يعني يتكرر الفور لوب مره يعني بعد اخرى، حتى اذا وصلنا الى عدم تحقق اي واحد من هذين الشرطين، هذا الشرط وهذا الشرط، اي واحد منهم ما يتحقق نقفز الى الاكزيت 2. هذا هنا اكزيت 2 وهنا اكزيت 2، واللي هو ياخذنا مباشره الى خارج البرنامج. ايضا يعني اثناء تنفيذ اي برنامج يجب ان نحافظ على قيم الريجسترز الموجوده اصلا، فهنا طبعا نحتاج انه نقوم بريزيرف بريزيرف سيفد ريجسترز، يعني نقوم بحفظ قيم الريجسترات في داخل الستاك عاده من خلال اعازه الستور. اول شيء سبتراكت الستاك بوينتر ناقص 40، make room for the stack for 5 registers، يعني نقوم بطرح قيمة 40 من الستاك بوينتر ووضع القيمة الجديدة في الستاك بوينتر، انه يعني فرغنا مقدار 5 ريجسترات، لانه 5 في 8 40، يعني كل ريجستر الحجم مالته 8 بتات، ف 5 في 8 40، فقمنا بانقاص هذه ال 40 ناقص الستاك بوينتر ووضعنا القيمة الجديدة في الستاك بوينتر، كانه فرغنا 40 بت اللي موجودة في البداية من الستاك بوينتر. بعد ذلك نقوم بستور لقيمة الستاك بوينتر و 32 او يعني قيمة ال LR في داخل الستاك بوينتر، سيف LR on stack، x 22 في الستاك بوينتر زائد 24 اللي هو ايضا سيف 22 في الستاك، ستور ستور ستور، هذني كلهن يعني طبعا تختلف يعني من 0 8 16 24 32، كل واحد منهن يعني في 8 بتات له، يعني هذا من 0 لل 7، هذا من 8 ل 15، هذا من 16 الى 23، هذا من 24 الى 31، وهذا من 32 الى 9 يعني 39، بحيث انه ال 40 ما موجوده في داخله. فهنا هذين الخمس ريجسترات الذي قمنا بحفظهم في داخل الستاك في قيم مختلفه يعني في نقاط مختلفه من الستاك. بعد ذلك نقوم بعمليه الكوبي بارامترز اوف الاكس يعني 0 الى الاكس 21 والاكس 1 الى الاكس 22، هذه قبل بدء تنفيذ البرنامج. ثم بعد ذلك نقوم باستدعاء البرنامج كاملا، ثم بعد ذلك نقوم باسترجاع قيم الريجسترز الاصليه. هنا
هنا مثل ما طبقنا عملية الستور، هنا راح نقوم بتطبيق عملية اللود أيضا. ستاك بوينتر 8 نخليها بالاكس 20 وهكذا، يعني الستاك بوينتر 16 نخليها بالاكس 21 اكس 22 اكس 30 وهكذا، نقوم باسترجاع كل هذه القيم التي قمنا بحفظها هنا. هذا هو كل ما يخص المقارنة بين يعني السي كود والليج في 8 كود الخاص بعملية السورتنج، سواء البرنامج الرئيسي والفانكشنز او السبروتينز الموجودة في داخله. في المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نكمل يعني بقية تفاصيل هذا الفصل، ونلاحظ بقية الأمور التي لها علاقة ب يعني الأوبتمايزيشن للكومبايلر، اللانجويج أند ألغوريثمز وتأثيرها على سرعة المعالجات، lessons learned يعني الدروس التي استفدناها من هذه الأمور وغيرها من الأمور الأخرى. فخليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.